الجمهور اللي مش متنمر زعلان قوي. انا بقول انا عايز اشتغل عند شيخ مها احمد. انا هانم واللي بيشتغل مع شيوخ الخليج مش خدام. ايه اللي يخلي الفنانة مها احمد ترد بكل قوة على منتقديها؟ ليه كلامها عن رغبتها في العمل عند احدى شيوخ الخليج قلب الدنيا؟ الحقيقة ان مها احمد مش بس وضحت موقفها، لكنها وجهت رسالة حادة لكل المنتقدين بطريقة جريئة جدا. خلونا نعرف القصة كلها بالتفصيل. ردت الفنانة مها احمد على منتقديها بعد ظهورها فيديو بث مباشر بتتكلم فيه عن رغبتها في العمل عند احدى الشيوخ الخليج، ونشرت مها احمد فيديو عبر حسابها على انستجرام وقالت فيه: طبعا انا صحيت كالعاده على ان الدنيا مقلوبه، لان الجمهور اللي بيحبني اللي مش متنمر زعلان قوي. ان انا بقول اني عايزه اشتغل عند شيخه نمره واحد، انا ماليش ذنب بميولك، ماليش ذنب في ان انت عندك خلفيه بان اللي بيشتغل مع شيوخ بيروح يشتغل عندهم خدام زي ما بتقول. وكملت مها احمد كلامها وقالت: اللي بيقول خدام يبقى هو فعلا خدام، لكن انا هانم. عارفين يعني ايه هانم؟ الهانم كانت بتتكلم وبتطلب انها تشتغل مع شيخه من الشيوخ، ده بناء على تاريخ الفن من زمان، لان ثلاث ارباع مسلسلاتنا ايام استديوهات عجمان ودبي، ايام ما كنا بنسافر نمثل هناك، ولما كان ليهم استديوهات هنا في الزمالك والمهندسين كان في منتجين خلايجه بيعشقوا الفنانين، منتجين ومنتجات شيوخ خلايجه كانوا بيعشقونا وكانوا بيطلبوا فنانين وفنانات بالاسم وبيعملوا لهم مسلسلات. وكملت بها احمد كمان كلامها وقالت: فانا ذنبي ان انت جاهله ومش عارفه، او انت جاهل، وطبيعي لما ممثله او واحده كانت ممثله طلعت على السوشيال ميديا وبتشتغل على السوشيال ميديا تقول جملتين زي دول، بتطلب حد عشان ينتج لها. انا مستغربه جدا، هو سياده المستشار تركي آل الشيخ هو مش شيخ؟ هو مش بينتج لثلاث ارباع نجوم مصر؟ هم مش كل فنانيننا سابوا التمثيل في مصر وراحوا هناك بيمثلوا في السعوديه؟ هو ده كويس ليهم كنجوم ووحش لمها احمد عشان تطلبه؟ انتوا بتسالوني فين الدكتور مجدي يصرف عليكي؟ لا يا حبيبتي، الدكتور مجدي بيصرف عليا من زمان قوي. الدكتور مجدي مكفي وموفي. الدكتور مجدي بيجيب الفلوس كده ويحطها قدام مراته ويقول لها: اتصرفي، اعملي اللي انت عايزاه وهاتي اللي نفسك فيه. لان الدكتور مجدي واخد مراته ممثله بتشتغل، فهو عارف قوي ان لازم اشتغل. ما سالتهوش ليه ايام ما هو كان بيمثل وانا بمثل بتخلي مراتك ليه تشتغل؟ ما تقعدها ستتها في البيت، ولا حلو السؤال دلوقتي عشان التنمر زاد؟ ما تساله الدكتور مراته بتشتغل دكتوره ليه؟ ما تساله الصحفي مراته بتشتغل صحفيه ليه؟ وبتنزل وبتبقى مراسله وتروح وبتيجي وبتشتغل على تيك توك. وكملت مها كلامها وقالت: ارجع اقول لكم كان ممكن اقصف جبهتكم واقول لكم وانتم مالكم. اللي انا مستغربه له انا كاتبه لكم ورقه، تخيلوا انتم كام فنان على تيك توك: وفاء عامر، ايتن عامر، نرمين ماهر، بدريه طلبه، علا رامي، احمد الدمرداش، جومانا مراد، احمد فهمي، فادي خفاجه، هادي خفاجه، منير مكرم، رامز امير، وغيرهم كتير. كل دول انتوا سبتوهم ومسكتوا في مها احمد؟ كل دول مالهمش ازواج؟ ما سالتهمش ليه؟ ما بيصرفش عليك؟ اشمعنى مها احمد ومجدي كامل؟ عارفين ليه؟ عشان مجدي كامل محترم مش عايز يرد، لانه ليه وجهه نظر ان كلها حسابات وهميه ما نعرفش مين وراها، عارف انكم عالم افتراضي مش عارفين مين بيهاجمنا، حتى رايه اني ما ردش. واختتمت الفنانه مها احمد كلامها وقالت: طبعا انا ان شاء الله هتعالج زي ما كل واحده مريضه وواحد مريض بينصحني اتعالج، بس سيبوني اشتغل عشان اتعالج وادفع فلوس. قولوا لنا انتم ايه رايكم في رد مها احمد.